يلا المجموعه بتاعت امينه. مجموعه امينه بنا اسطر. انا بقى حمو بيكا ولا كزبره؟ تقولي لمين في دول في نهايه السنه؟ في اخر سؤال ليكي بقى، ما تغنوش تاني. بعشقه. لا ما تهزريش. لا ماليش دعوه. لا لا لا، اختاري واحد قولي ما تغنيش تاني. لا 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 لا، هم ده اخر سؤال ليكي في 2021. لا والنبي لا. السؤال لطيف ده، سؤال كيوت. وحياتي لا 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 لا. بصي اقول لك على حاجه. بصي بصي، عشان خاطر انا فير، انا فير والله العظيم. كزبره دمه خفيف. وعنبه ده طبعا عمل انا بحبه. عنبه عمل لاين. تمام. هو الكلام بتاعه دي. الكلام بتاعه برضو عارفه اللي هو ايه، برضو تحس ان فيه شويه عنف شويه. احب احب ان انا يبطله. بس هو الوحيد اللي عمل راب شعبي. يبطل الكلام العنيف اللي جوه ده، اللي بقى هو انا السلاح، انا كذا، انا بتاع، انا مش بس. وده فاهمني العشق ده، العشق. بيكا بقى اخف دم في العالم والطبيعه بتاعت العالم كلها. البكبك صدقني. البكبك البكبك بجد على فكره. هو كمان اسكندراني. يا ناوي يا جدعان على العسل. وبصي هو كده يعني على الله حكايته فعلا. او ربنا وعسل طبيعي والله. والله طبيعي. وخلي بالك هو ما بيكذبش، هو بيقول لك انا ما بغنيش. هقول لك على حاجه، هو راجل مؤدي. الراجل جاوب فانت هتجاوبي، ماليش دعوه. دلوقتي لو اتعرض عليكي طب اختار انت... واحد اختار واحد بس. ما طب لا مش بصي، لو اتعرض عليكي انك لازم دلوقتي الثلاثه معروضين عليكي، لا تعملي معاهم كده بصعبيه. ماليش دعوه، تعملي معاهم اغنيه. هتختاري مين؟ مش هعمل مشاكل مع حد والله. ولا مشكله يزعل. لا لا هيزعلوا منك ليه؟ ده قانون. هتختاري تعملي معاه غنوه. اختار اعملي معاه غنوه. اعمل غنوه يعني. طيب خلاص يبقى عنبه. دي عنبه. انا عارف ان هتقول عنبه. عشان لونه، عشان لونه. لكن بيكا لوحده الله اكبر. كمان انت جايه النهارده بمحامي بقى. بص هو عشان عارف دماغي. الليسي فاهم دماغي. قولي له شكرا يا ليسي. لك لا يا ام يوسف. هو عارف دماغي والله. ودلوقتي وصلنا لنهاية 2021. حول الله يا رب. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. سنة طيبة يا أمينة. كل سنة وانت طيبين. ربنا يخليك. وكانت حلقة حلوة قوي بيكو. حلقة حلوة جدا. يا رب نكون قدرنا نساعدكم ونعكنن عليكم. بس يا بنتي. عيطينا شوية. طب